قياس فوق الثمانين تقريبا، ستة والله وثمانين طلعت من راسي. انا اشوف راسك. ايه بعضهم ياكلن بالله. دقها دقها. ايه لا لا مو دقها لا يتكب. نم نم بتعرس. اي والله نم نم. ها نم نم. خلنا وانت حلة من اللي نعرف. يلا تدري مرة من المرات ايه كنت ماشي بالخلاء. ايوه جيت عند ربع والله واحد منهم رجال. او نعم. اي والله. مش اسمه؟ اصفر. اوه ابن مسفر. الله يرحمه. حي حي. اي الرحمة تجوز على الحي والميت. اي الله يجزاك خير. ايوه. واروح يا طويل العمر. ايوه. اسلم عليه واخبارك وعلومك وشو صح. من جدي. والله انا زين. لكن بعض الامور ناقصتني. قلت ايش بلاك؟ قال والله قال فلان جاني ذاك اليوم. قال منو؟ قلت له منو فلان؟ قال ما اعلمك لين اعلمك السالفه. قلت وش؟ قال فلان ايوه جاني ويطلب فلوس مني. أيوه. وانا ما عندي شيء واستحيت منه. اي قال انا عندي ما عندي شيء واستحيت منه. اي روح مع عيال دقه خذ ذهبه. اسكت انت خلنا نسولف. أيوه. يا رجال قاعد يسولف الحين. اي قلت له منو فلان؟ قال ما اعلمك. قلت له خلاص. قال لي انا علمك السالفه كلها. قلت وش السالفه؟ قال ابشر اعلمك بها. من جدي؟ اي بالله ويعلمني. أيوه. قلت له وش عندك انت؟ بك باله بك شيء؟ قال يا ولد انا استحيت من هالرجل اللي طلبني فلوس. وقلت له انا ما عندي فلوس. انا رايح. ما عندي ولا ريال. واستحيت من هالرجل اني اقول له ما عندي فلوس. ايوه قلت له ظل عندي وباتر ان شاء الله خير. قال طلبت ما عندك مشكله لكن انا والله مستعجل. هالرجال يقول له ايوه انا مستعجل وبروح انا عندي فلوس ابي اسدد الدين وما ادري وش. قال وش السالفه؟ قال يا طويل العمر والسلامه. جاء ثاني يوم قال انا ما عندي فلوس. ايوه استحر الرجال. قال والله انا لو داري زي كذا كان ما ضليت وما ادري شلون وانا ماني عارف ان وضعكم. ومشى. انخمد الاطراق. سفع ميلك عيونك. لص عيونك لص مره واحده. ايوه اسكت. هقوم عادي. لا نم لا اديرك مخمس الحين. اخلي عيونك خلاص يرومش. اخلي اذنك تصفر. اي تدري متى اخر مره تصفرت اذني؟ متى؟ البارح صح؟ يوم اني قتلتك البارح. يوم قتلتني؟ زين. ايوه. وبروح يا طويل العمر والسلام. لاقتلك. واقتلك قتل انت في الكافي يا رجل. والله لاقتلك. قتلك. يا رجل وخر عني. لاقتلك. لاقتلك. ايوه. مص اذانك. ايوه. ويروح الرجال. تدري منو طلع؟ منو؟ حلا. بو انا زعلت عليه لانه يروح للرجال ما يقول لي انا. حلا راح وين؟ راح يم الرجال اللي قال امرح عندي وباتر الصبح رباح. سالفتك والله ما ادري شلون قايله بس هو كحلانك حلان اللي هنا ولا كحلانك حلان اللي هنا؟ حلان هنا. هي لك راب كيفه واخذ من الوغدان. والله يصلحه. اي تخبر معه سلمان. اي يا الكلب هذاك هم غداب يسرون تهل الليل. اي يسرون تهل الليل ولا يصلون وقليلين ادب. يا كذاب الفجر نصلي الفجر. هيا يصلون. مو يصلون الفجر هم يروحون يخمرون مسوين عندهم سوالف وهم ما عندهم عن جد. هم كل تنتهي البث يفرون يمرددون الحوام اخر الليل. خلنا علمك سالفتها سلمان وكحلان ذلك. اي الطقعان. اي المروحين ما يستروحون ما يستاهلون. هذا مرخوم. اعرفهم انا. ماك بطويله. كحلان سلمان. اي كحلان ما يستحي وجهه هذاك سلب نربته. اي كلها مهلوك. بس هالقمر اللي براسك يا ولد اخاف ينعدي براسك. لا ما عليك. اي كلنا واحد. خليني اشوف اصبر. يا ولد قاعد اسمع مخك يقول سلمان مروح. اي مروح احسن منه. اي انا قاعد اسمع. ابى اعلمك سلمان ها صغير هذا يغرك صغره. يا وجع عفريت وتيس الاربط. تعرف تيس الاربط؟ لا والله اعرف كنت.
هو وذاك إيه؟ رفيزو إيه؟ مثله ويمكن عدد منه اي يسهرون لين يصلون الفجر والله يثبت قلوبها اي والله يثبت قلوبهم اي كشن على وجهك ما يكشن غير اسلم اي ماك بالطويله طول عمر عقب ما يصلون الا لي بالطويله يقعدون شوي يسولفون مع بعضهم يسولفون مع بعضهم يعني تجي الساعه 7 هالساعه من صلاه الفجر لين السابع تروح 7 8 9 10 11 12 5 ساعات ما يمديهم ينموا صح؟ اي والله ما يمديهم هم مساكين عاد بالذات هاثنين هذلهم ما يفطرون ترى الصبح لا مرات ما يشتون الفطور اي مرات ويشرعون بالبيض ولا مرات والله ما يشتون اي والله يحلى لها وبعدين يطلعون بس انهم بهم عاده لا هي زينه وش هي؟ مروحين ما يصلحون ها؟ مروحين ما يصلحون اي هذا العيب ولا هم والله والله انهم رجال يا رجال هم رجال اي عرفهم انا هم مطانين والله يا وحدهم لما ضرب بوكسها الصبه هذه يفكها نصين عزلها صح عرف خبرها من خبرها انت انا خبر عيال عمه عيال منيرة لا 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 ها عيال فهد ايه يا فهد الله يستر عليا تخبرين ايام اول يوم فهد تجينا يوم ينتثر علي هالملحة اي البار اي بنفزع له والله وانا قاعد اقص قمر وليدي اي والله وتجيني هالعروس اي والله يهب المزيونه اي والله المزيونه اللي قتلت عليها شو اسمه ام سخام الله يسخمها بالعافيه ام جضعان ام جضعان ولد مدري وين مسافره يقولون رايح المكه ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها اي والله عليها عندها فلوس وهذي ذهبها البارح والله لابست لي مو البارح قبل تسافر لابست لي مجاءه ولا اسمعي والله انها طابقه هذا الذهب اي زين والله من اولها الراس لابست لي هالمحاز لا وراجله سنع يودي الى مكه وراجله ربي لك الحمد والله مرتسي اي والله وعند منها فلوس والله عندها قنم ونيا تسولف لي اختها في هذا اي ايوه تقول الراجله يوديها المكه اي تدري وشو تدري وشو البارح جتني في هذا تقولي اصبري شوف اذا فاضي ما بها من هالذهب اي والله مثل انا لا والله ساعه هذا من ابو جضعان الله يجضعك الله يخربها خبر الرجال احنا سولف له اي رجلي وتجيني يا ابو جضعان سدي حلقه ريحه غربة ريحه سخامي اسمعي تجيني البارح زين اي جتني في هذا تقول لي قبلها تجي تفتح اصبري تراي جتنا البارح انا قلت لك يا جماعة اولادها ايوه الله يشويك كملي البارح اسمعي الله يقطع هالوجهي والله خمتيني خلنا اسوي زين البارح جتني في هذا وقالت لي جاء واحد خطب بنتها ما شاء الله اي والله حنا بناتنا والله بناتي انا عندي واحده مكشه تعرفينها اي ذيك الخبله اللي ما تشوفها شفتها اي الخبله بس انها والله مزيونه يا حماتها اي طلعت على امه اي والله اي ويلي هبل انا تخبرين يوم من الايام شباب اي ما شاء الله اشوف ما شاء الله احسان ترقصين بقى ما شاء الله عليك تخبرين يوم مربيت لي 4 قرنين من هنا وقرنين من هنا اي والله العظيم كنت مزيونه ولا وحاطه هدك اي والله خبرين قرنين اللي مصحتيه لي اي والله قطعت شلون زبط مصعيب والله انت كنت حلوه مزيونه احلى مني والله عيونك كبار يا ربي فلتح لي حلوه لا والله عيونك عيون بس اي والله ميوم اي والله انا خابرين يوم يطقطقون علي البنات اي تخبرينا اسمعي اي كنت حاطه دقه وتخبرين علي ما دقه وين دقه خبر فينا دقن هنا ودقن هنا يسوون سكسوكه ودقن هنا اي والله مدقدقين بوجهه اي والله مدقدقين وجهه بعض يسوون عوار اسمعي بيوم من ايام والله العظيم وقبل على فهد وقالت لي والله بنتي جاها معرس قلت مني تخبرين العفنات صيرونا اي كل العفنات اي بنات عاد عفنات والله ما ينوخ هذا منهن اي والله العظيم طويلات لسان ومراديه زين تجيني والله قالت لي ايش رايك انت اعطيها رجال هذول قلت اسمعيني تخبرين انا ابي غيرها على بناتي اي ما ابي غيرها قلت اسمعيني والله
ان بناتك ما يستاهلن لكن اعطيهن يا رجال ان يجيهن ليه؟ لكن السلع نصره وباصل اي والله خبرين هن بناتن هن بناتن تقص اللي قاعد يروحن مدري وين يا باب يا باب يا باب انا مسواق وكيسين ويرجعن الله شفتي انت 24 ساعه طلعت مع استغفر الله سواق سواق اي اي والله سواق احنا لو نمنع منه السواق ما كان يطلع والله انا بناتي بندقها انا والله بنتي مكشه والله موصيتها على خواته والله العظيم تلومن لا ما اعرف مكشه هذه مكشه والله انا بنتي الكبيره فادغه هالكبر قلبه ويلي اي ما كبرت قلبه هالكبر قلبه خبلت بس تاكل تاكل نكوز اي تنام ويا قامت با 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 قامت تهرس من هالاكل وتعيد الرعب مسميته انا الحبيبة الحبيبة قلبة سمير الحبيبة الخاثر الخاثر اركب القلبة الزبدة اي بنتي هذا انا اتكلم عنها اتكلم عنها عبالي بنت فهد الله يكبر لا بنتي انا اركب بس لها اخت اصغر منها ايه هي ام قلب كبير يا منى زينة وش كبرها هي؟ كبرها درا لا لا صغيرة ما هي اي واختها اللي اصغر منه بعدها كبر قلبه ما عندي الا اللي اصغر اصغر تحت 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 اخر شيء هي اللي تصفط لي وتجيب لي ويمها مسكه ويمها وداري اخوانها صغار هي قصتكم حلوه سالفه اي والله وتخبر هي تنظف المطبخ يا جاء ابوها ضبط لك الشاي على طريق المطبخ اي رجالي شرى لي مطبخ جديد ايوه ما شاء الله اي والله الله يبارك بيت الله يبارك بيت الله يبارك بيت عقبا اللي ليه مطبخ ابو جرين انا البارح يوم من كلمت ابوه ما ادري وش صخار اي قالت بصخار شرى لي مطبخ جديد ايوه بس انا والله لونه ما عجبني ليه شاري لي ابيض والله انا ابي بني محروق والله العظيم ما تدرين ليه يا خلا ابيض وصاخ وانت عارفه والله هالكبسات والله العظيم وسنا يومني اتشكل على هالمطبخ اي يوم تعصبي الراس والله تدري وشو البني المحروق انا جايزن لي والله ليه والله جايزن لي ليه لان انا البني المحروق زين وشكله شفتي هالمطبخ هذا ايه هذا يا طويله العمر بس ما هو زين بهاخذه هذا مطبخ اللي هذا يوم ابو جضعان موجود ما سافر ايه ابو جضعان الله يرحمه تدرين تدرين بتحدي جروحي الله يفتح لك عمرك تدرين الله قلعت مشحتي بالكودري حقي ايوه شكلتيه ولعبتيه كودري حقك كودري حق الاسود تخبرينه اللي من عرس عيس ميس تخبرينه اي هذا الحين لبسته انت من عرس عيس ميس من عيس ميس ما تغيرينه طيب البارح والله غالي عليك يوم شرى لي زوجي هالمطبخ ليه؟ جوال يا حلوة من هو؟ جوال يا حلوة جوال يا حلوة جوال يا حلوة عرس إلا راجل سمي دقة ساك اليوم شو مسوي؟ لا صدق شو مسوي؟ خبر يا ميمصع شوش تتسقالي رجلي جارت بدي تغره مكمحت وين يا لهم لا شو مسوي على مين الموقف هذا صار هو كذا هو مطلع نورقة حقت فصلي يقول بفصل اسبوع كتطلع